الأقصى الوسطى في منطقة محافظة نصف ريم تحديدا في المنطقة الوسطى، وأيضا هناك منطقة ثالثة وهي منطقة غرب مدينة غزة وتحديدا موقع البيضاء. هذه المواقع غارت الطائرات الإسرائيلية عليها أكثر من مرة. أحمد، وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت حتى هذه اللحظة عن 9 شهداء، ولا يزال تزال الطواقم الطبية تنتشل جثامين شهداء من المناطق المستهدفة، علما بأن الغارات استهدفت شققا سكنية ومناطق مقفولة للسكان، من بين الشهداء أطفال ونساء في كل الغارات، سواء كانت في رفح كان هناك شهيدة امرأة، وفي غزة أيضا شهيدة امرأة. هناك أطفال أيضا استشهدوا، إذ أن قيادات سرايا القدس استشهدوا مع عوائلهم بحسب المعلومات الواردة إلينا. هناك عدد من الإصابات هذه مرشحة للزيادة نظرا لأنه هناك كان شدة في هذا القصف، وتابعنا صورا بأشلاء لبعض الشهداء. هذا يؤشر ربما بحسب وزارة الصحة إلى أن أعداد الشهداء والجرحى مرشحة طبعا الارتفاع. شرط سابقا بأن وزارة الداخلية أعلنت أنها تتابع مجمل مجريات العدوان على الأرض، أجهزتها الأمنية تتابع عن كثب الميدان، وأيضا المكتب الإعلامي الحكومي أعلن تعليق الدوام في المؤسسات الرسمية، ولكن العمل لا يزال متواصلا بما يحافظ على الأوضاع والأمور في سياقها السليم. لكن أحمد، دعني أشير إلى أمر، لأن الطائرات الحربية الإسرائيلية ما تزال تحلق حتى هذه اللحظة. أنا أتحدث عن الطائرات بأنواعها، طائرات النفاثات الحربية وحتى طائرات الاستطلاع، فقد استمعتم قبل قليل إلى أصواتها تكاد تكون على أكثر المستويات انخفاضا في هذه الأسباب. وكان هناك بيانات كثيرة لفصائل المقاومة الإسلامية على رأسها سرايا القدس التي نعت الشهداء الثلاثة، شهداء القادة الثلاثة. وأيضا كان هناك بيانات أخرى لفصائل المقاومة قالت فيها بأن الرد على هذه الجريمة لن يطول، وأن إسرائيل ستدفع الثمن. هؤلاء الشهداء الثلاثة للعلم أحمد هم من قادة سرايا القدس، هم بعضهم أعضاء في المجلس العسكري. على سبيل المثال جهاد غنان تعرض لعدة محاولات اغتيال، وهو بالمناسبة مبتور طبعا القدمين، قصف منزله طبعا قبل ذلك، وطبعا هو من عائلة مجاهدة ومناضلة قدمت العديد من الشهداء. وكذلك أيضا عضو المجلس العسكري خليل البهتيني الذي جاء خلفا لتيسير الجعبري والذي ارسلته إسرائيل في عدوان وحدة الساحات. على كل حال الأمور حتى هذه اللحظة منذ دقائق لم نسجل غارات جديدة، لكن وإن توقف القصف لكن الطائرات ما تزال في الأجواء. الأمور ربما مفتوحة كما ذكر ضيوفكم على كل التوقعات. نعم أحمد، أنتقل إلى ضيفنا وأجدد الترحيب به السيد أحمد عبد الرحمن، الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية. الحديث الآن بعد مرور بضع ساعات على هذا العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة، والذي استهدف قادة في حركة الجهاد الإسلامي. الحديث الآن عن الرد، ما محددات أي رد قد تقوم به فصائل المقاومة؟ أولا فقط اسمح لي على مستوى على صعيد الشهداء والجرحى، هناك الأخبار حتى الآن ليست صحيحة، ليست أكيدة إذا جاز التعبير. هناك تباين في عدد الشهداء وفي الأسماء، بعض الذين ذكر زوجة الشهيد طارق عز الدين كما علمت قبل قليل هي بخير ولم تستشهد كما كان يقال، هو فقط ابنيه بنته وابنه. هناك إصابات حتى هناك يبدو استهدافات كما ترد الأخبار فشلت في الوصول إلى أهدافها. لا أريد أن نكشف أسماء ولا أماكن، ولكن هناك استهدافات يبدو أنها فشلت في تحقيق الهدف المراد منها. هذا أولا. بالنسبة لسؤالك، أنا أعتقد الآن هناك تدارس على مستوى واسع، هناك مشاورات، وهذا واضح من تأخير الرد حتى القناة 13 تقول أنها متفاجئة من عدم رد الجهاد الإسلامي حتى هذه اللحظة، وهذا متوقع. عدم الرد في هذه الأوقات المبكرة هذا أولا، وفي ظل تحليق مكثف وغير مسبوق لطيران الاستطلاع. وأكرر هنا مهم جدا أن ننتبه إلى طيران الاستطلاع الانتحاري، هذا مهم جدا، هذا لم يكن يحدث في مواجهات سابقة بشكل كبير. نعم هناك استهدافات تمت بهذا الطيران وبهذا السلاح الخطير جدا والذي من الصعب التصدي له، ولكن هذا الطيران في هذا اليوم بالتأكيد ومنذ أول أمس كان هناك كما يبدو محاولة للوصول لهدف ما وفشلت قبل 3 أيام بالتحديد في منطقة ما قريبة من مكان أحد الاستهدافات اليوم. العدو يعني منذ 4-5 أيام وهو يحاول كما يبدو الوصول إلى بعض الأهداف. يبدو أن المعلومات توافرت في هذا الوقت المبكر والناس نيام، وربما أوى هؤلاء القادة إلى عائلاتهم للإطمئنان عليهم، يعني خصوصا يعني الشهيد طارق عز الدين كان سيغادر القطاع صباح اليوم، يعني هو غادر الحياة إلى الجنة بإذن الله تعالى، يعني كان في رحلة عمل أو رحلة سفر وغير ذلك. يعني العدو يبدو يراقب جيدا ويعرف هناك جيداً حديث ما يجري في قطاع. أستاذ أحمد عبد الرحمن عن أن هؤلاء القادة وأقله السيد طارق عز الدين كان سوف يتوجه إلى مصر من أجل بحث موضوع التهدئة. لا هو ليس موضوع التهدئة، كان هناك كما ربما يعرف الناس هنا في غزة كان هناك سفر لأعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي والذين انتخبوا مؤخرا، وكان من ضمنهم نعم لم يعلن أنه عضو مكتب سياسي، ولكنه كونه كان من الضفة كان يمثل ساحة الضفة بشكل أو بآخر، لذلك كان من المفترض أن يسافر مع قادة الجهاد الإسلامي، ولكن يعني قدر الله يعني كان يعني أبكر من هذا السفر وهو سافر إلى الجنة ونحتسبه عند الله شهيدا. على كل حال أنا أعتقد أننا ما زلنا في بداية المعركة، في بداية مرحلة جديدة دخلها قطاع غزة بالتحديد، وربما ساحات أخرى من ساحات المقاومة. نحن الآن ننتظر، هل ستنتظر المقاومة تشييع الشهداء؟ هل سينضج وتبلبر موقف لدى كل فصائل المقاومة سواء في الداخل أو في الخارج؟ هل سنرى رد سريع؟ أنا أعتقد في ظل الظروف التي نعيشها الآن، أنا هنا في وسط قطاع غزة يعني وأسمع ما يجري وأتابع الأخبار أولا بأول، حتى الآن هناك تخوف كبير من زيادة أو هناك نسق مرتفع من عمليات اغتيال أخرى مرشحة، لذلك هناك إجراءات أمنية مشددة لدى قادة المقاومة ولدى عناصر المقاومة. حتى شوارع غزة هنا خالية، ليس خوفا طبعا ولكن هذا عملا بإجراءات أمنية واحترازية حتى لا تزيد غلة ما يريد العدو أن يحققه من نتائج أو من مكاسب إذا جاز التعبير. في المجمل نحن بحاجة كما يبدو إلى ساعات حتى ربما عند تشييع الشهداء. أنا ليس عندي معلومات طبعا، لا أتحدث من منطلق معلومات، ولكن حسب توقعي وتحليلي نحن بحاجة إلى بعض الساعات لنستبين ما هي المرحلة القادمة التي دخلتها المعركة، أي معركة سنخوض طويلة قصيرة. طبعا الوسطاء هم من الساعة الأولى يتواصلون، وأنا لا أعرف ما هذه الوساطة يعني في الحقيقة التي تتواصل بعد اغتيالات بهذا الشكل، اغتيالات في بيوت وليس حتى في مواقع عسكرية أو على خط المواجهة، ونساء وأطفال وعائلات بأكملها استشهدت اليوم. لذلك أنا أعتقد الأمور حتى الآن في إطار التشاور، في إطار الاتفاق على خطة عمل. هل ستكون عن أي وسطات نتحدث هنا سيد أحمد عبد الرحمن؟ وأنا في الحقيقة أنا لدي معلومات ولكن لا أستطيع أن أكشفها لضرورات معينة، ولكن هناك وسطات إقليمية معينة، وهذه الوسطات يعني أعطت تطمينات خلال الأيام الماضية أن العدو لن يذهب إلى شن معركة أو حرب بالتحديد على قطاع غزة، ولكن هذه التطمينات يبدو جربناها سابقا، يبدو أنها كانت أيضا يعني مضروبة باللغة الغزاوية هنا، يعني كانت ربما التمهيد لما يحدث الآن. انظر عندما يذهب قادة كهؤلاء إلى بيوتهم يعرف أن هناك تطمينات من دول إقليمية، هم كانوا لا يدخلون بيوتهم على الإطلاق خصوصا في ظل الظروف التي يعيشها قطاع غزة في المرحلة الأخيرة، ولكن يبدو أن هناك تطمينات من وسطاء إقليميين بأن الأمور لن تذهب إلى معركة أو إلى اغتيالات، وهذا يبدو أنه هذا ما حدث. هذا تحليلي ومن خبرتي في هذا الشأن، ولكن في المجمل نحن نعتقد أننا أمام ساعات حاسمة، ساعات صعبة نعم وقاسية، هناك غضب كبير وهناك مطالبة بالثأر كبير. أين ستذهب المقاومة؟ ستكون معركة واسعة شاملة إقليمية داخلية، لا أعرف، ولكن أنا أعتقد الأمور ذاهبة إلى تصعيد كبير، لأن الذي جرى هو كبير بكل معنى الكلمة. بالطبع. أعود إليك سيد أحمد، ولكن اسمح لي أن أرحب بالسيد رجائي الكركي الكاتب في الشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك. بداية، حتى اللحظة لا رد فوري على هذا العدوان الإسرائيلي الذي طال قطاع غزة وطال قادة في حركة الجهاد الإسلامي، في أي حالة يترك ذلك الاحتلال؟ نعم، بداية أسعد الله مساءكم ورحم الله الشهداء. يعني في حقيقة الأمر وأنتم تتحدثون، يعني أوردت بعض وسائل الإعلام العبرية عن انطلاق صاروخ من قطاع غزة إلى غلاف مستوطنات غلاف غزة، لكن يعني هذه النتائج لا يوجد تفاصيل أكثر حتى هذه اللحظة. لكن ما هو جديد في هذا المشهد في هذه اللحظات أن كل وسائل العبري تتحدث بأنه في هناك حالة من الاستنفار العام لدى مستوطنات غلاف غزة، بمعنى أنه في هناك توجيهات بفتح الملاجئ، تعطيل المدارس، وهناك أيضا في تعليمات لكافة مستوطني غلاف غزة بأن ينتبهوا إلى تنزيل أو تطبيق الإنذار المبكر عبر هواتفهم الجوالة. هذا كله ينذر بشكل واضح بأنه لربما المشهد في الساعات القادمة سيشهد المزيد من التصعيد، وأنا أقصد هنا الكيان الإسرائيلي ينتظر رد المقاومة، وربما نحن على بعد يعني دقائق أو ساعات من بدء هذا الرد. يعني كل المؤشرات وكل التصريحات التي تورد الآن أو تأتي تباعا الآن عبر وسائل الإعلام العبرية كلها تفيد بأنه حالة استنفار تام في كل يعني أركان الكيان، وتحديدا مستوطنات غلاف غزة ومدينة عسقلان، كونها تقترب أو تبعد بضع كيلومترات عن قطاع غزة. نعم. سيد أحمد عبد الرحمن، الاحتلال كان يتخوف من مسيرة الإعلام والتوتر الذي قد يحدث في القدس بعد أيام قليلة. برأيك ما شهدناه فجر اليوم في قطاع غزة، هل كانت محاولة من الاحتلال من أجل تحديد الساحة، تحديد التوقيت، وأيضا تحديد الجهة التي سوف يشتبك معها؟ لا، شوف، الاحتلال أي عملية يكون لها الكثير من الأهداف، ولكن أنا أعتقد هذه العملية هي معدة مسبقا وليست مرتبطة بحدث ميداني قادم أو توقع بمعركة أو تصعيد على خلفية مسيرة الإعلام. أنا سأقول لك معلومة، هؤلاء القادة لم يكونوا مستهدفين من اليوم، من سنوات طويلة، والتحذيرات والمحاولات التي سبقت هذه المحاولة هي كثيرة، ولكن أنا أعتقد العدو اختار التوقيت، أنه تمكن من الوصول لهؤلاء القادة يبدو في ظل ظرف معين. هذا ما يعني ما يبدو أنه حدث. يعني أنا قلت لك هؤلاء القادة كانوا يبدو يتجهزون للخروج من قطاع غزة، وهذا ما دفعهم للذهاب إلى منازلهم. هذا هو الوقت المناسب الذي يعني هو حصل تحين الفرصة. نعم، يبدو أنه كذلك، لأن أنا أعرف هؤلاء شخصيا. القادة لا يتواجدون في منازلهم وهم مطلوبون منذ مدة طويلة. حتى الشهيد طارق عز الدين، وهو متحدث سياسي في الأساس، ولكنه متهم ومن الاحتلال بأنه يعني على علاقة بما يحدث في الضفة الغربية وبالمجموعات العسكرية هناك، وتم يعني تهديده في السابق في أكثر من مرة بالاستهداف. لذلك أنا أعتقد العدو تحين الفرصة، حاول أن يستبق سفر هؤلاء القادة، وحاول أن يخرج من أزمته كجزء من التداعيات، أنا أقصد، أو من الأسباب. ولكن السبب الأول، أنا أقول لك مرة أخرى وأقول لكل المشاهدين، ضربت غزة من أجل الضفة. العدو يعتقد أن هؤلاء القادة هم من قادوا العمل المستمر منذ تقريبا بداية 2022 في الضفة الغربية، والمجموعات التي باتت الآن تتواجد في كل مدن الضفة الغربية. لذلك أراد يبدو أنه كسر هذه الحلقة من التواصل بين غزة والضفة والخارج أيضا، بالتحديد لحركة الجهاد الإسلامي. لذلك قام بهذه الاستهدافات. وأنا أحذر مرة أخرى عبر الميادين، العدو يبدو أن لديه أهداف أخرى. حركة الطيران هذه التي في سماء قطاع غزة الآن يسمعها كل أهل قطاع غزة ليست عشوائية وليست عفوية، وليس فقط للتصدي لما يمكن أن يحدث. يبدو أن لدى العدو يعني أسماء أخرى على قائمة الاغتيالات. لذلك يجب الحذر، يجب التعامل بمهنية بعيدا عن العاطفة، حتى في تشييع الشهداء. أنا من هنا أدعو، إذا سمحت لي، يعني عبر الميادين يعني ألا يشارك أحد من عناصر المقاومة أو قادة المقاومة في جنازات الشهداء، لأنها ستكون مقتلهم سيكون في هذه المشاركة. معرفة أماكن تحركهم وأين سيذهبون أين سيأتون هذه مهمة جدا. العدو يراقب كما قلت لك بشكل كثيف وحثيث والمقاومة تدرك ذلك، لذلك هي تتخذ إجراءات أمنية مشددة في هذه اللحظات في قطاع غزة. بالطبع هو توقيت حرج وحساس جدا. كل الشكر لك الأستاذ أحمد عبد الرحمن الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية، ونرحب بالخبير في شؤون الأمن القومي السيد إبراهيم حبيب. أهلا ومرحبا بك. قبل أن أختم مع السيد أحمد عبد الرحمن، كان يقول أنه تم ضرب غزة ولكن الهدف هو الضفة. من خلال هذه العملية الإسرائيلية، من خلال هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كيف سوف يؤثر ذلك على ما يجري وما شاهدناه في الفترة الماضية في الضفة الغربية؟ يعني أعتقد أنه الاحتلال واهم إذا كان يستطيع أن يوقف العمل المقاوم في الضفة الغربية بعد كل الإجراءات التعسفية والقهرية التي يمارسها ضد أهلنا في الضفة الغربية من قتل وإجرام ومصادرة أراضي وحرق بيوت وتضييق على المواطنين. المقاومة في الضفة الغربية لم تعد مقاومة ذات طابع فصائلي بقدر ما أصبحت ذات طابع فردي عام لدى أبناء الضفة الغربية نتيجة لأسباب عديدة، منها انسداد الأفق السياسي وحالة القهر والإذلال التي يعاني منها المواطن الفلسطيني دون أن يكون له سند أو حماية سواء من السلطة الفلسطينية أو لعدم قدرة الفصائل الفلسطينية على الرد نتيجة لاستهدافها من الأجهزة الأمنية الصهيونية وكذلك من الأجهزة الأمنية الفلسطينية. كل هذا الأمر ساعد الكثير من أبناء الضفة على أخذ زمام المبادرة وتنفيذ عمليات فردية كانت مؤلمة جدا للاحتلال ولا تزال، وهي معضلة يعاني منها جهاز الشباك. على مستوى غزة حاضرة في كل الأوقات، غزة هي الدرع لكل أبناء الشعب الفلسطيني وهي الحامية له في كل المناطق سواء في الضفة الغربية أو في القدس، وشهدنا أكثر من جولة كانت غزة بفصائلها حاضرة للدفاع عن المقدسات وللدفاع عن المظلومين في الشيخ جراحة في إبان جولة سيف القدس قبل عامين والآن التي نحن ربما بصددها بعد عامين من هذا التاريخ. نعم سيد رجائي الكركي، يعني محاولة الاحتلال أو استماتة الاحتلال في التفرقة بين الساحات، في التفرقة بين الجبهات، وأيضا في التفرقة بين الفصائل الفلسطينية، هل يؤكد ذلك قوة وفعالية المعادلات التي تم تثبيتها سابقا؟ بالمطلق لا. أنا باعتقادي إحنا الآن لربما أمام اختبار حقيقي فيما يسمى بوحدة الساحات، وهذا الاختبار سنشهد يعني واقعيته لربما في الساعات القادمة من خلال ما حصل من ارتكاب مزر بحق قادة الجهاد الإسلامي. أيضا هناك مؤشرات واضحة بأنه العدو لربما لن يتراجع خطوة إلى الأمام بعد ارتكاب هذه المزرة، بدليل أن بدأت التصريحات ونحن نتحدث من بعض المستويات السياسية الرسمية على رأسها إي كوهن وزير الخارجية، يقول في تغريدة قبل لحظات بأنه من يواجهنا ومن يطلق الصواريخ علينا فهو أصبح في حكم الميت. هذا دلالة واضحة بأنه لربما المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي في هذه اللحظة ذاهب إلى مزيد من التصعيد. وأيضا في هناك أيضا بعض الإشارات كما ترد أيضا من الإعلام العبري بشكل متسارع بأنه خطة إخلاءات واضحة وتوجيهات سريعة ومستعجلة. هل فعلا التصعيد هو ما يريده الاحتلال اليوم، وهل هو قادر على تحمل تبعات ذلك؟ نعم لا شك. هناك يعني بعض المحللين والمراقبين يذهبون إلى أنه الكل يجمع بأن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة وشركائه هي في حالة ضعف وحالة أزمات متراكمة في سواء في داخل الكيان أو حتى خارج الكيان. هذا يدلل بشكل واضح بأنه نتنياهو يحاول أن يهرب إلى الأمام ولو على حساب إراقة الدم الفلسطيني كما حصل قبل ساعات من ارتكاب هذه المزرعة. أنا باعتقادي أنه سنشهد قد نشهد المزيد من التصعيد واتساع رقعة المعركة، ودلالة ذلك بأنه حالة التحذيرات تتوالى من قبل العدو لإقادة المستوطنين وكل المستوطنين في غلاف قطاع غزة. وهذه آخر هذه الإنذارات أو آخر هذه التعليمات كما يصدر تباعا بأنه هناك استدعاء لقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، مما يدلل بشكل واضح بأننا لربما سنشهد مزيد من التصعيد. وأيضا أؤكد وأكرر على جزئية مهمة أننا أمام اختبار حقيقي، أمام ما أطلقته المقاومة قبل أيام معدودات، أننا أمام اختبار فعلي وحقيقي فيما يسمى بوحدة الساحات. أستاذ إبراهيم حبيب، هل ترى أن الاحتلال يريد التصعيد اليوم أم أن هذه الاستعدادات التي يقوم بها تأتي في إطار التأهب لمعرفة ملامح الساعات المقبلة؟ الاحتلال بدأ العملية وهو يدرك تماما أنه داخل في مواجهة ربما تمتد لعدة أيام. منذ اللحظة الأولى أعلن اسم هذه الجولة واسم العملية بالسهم والدرع، وبالتالي هذه تعطي مؤشر أن القيادة الإسرائيلية على المستويين السياسي والعسكري اتخذت القرار الواضح فيها. انطلقت هذه العملية باجتماع موسع ضم رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع ورئيس جهاز الشباك. هذا يعني أن العملية كانت منسقة، اتخذ القرار بالعملية، لكن كان يراد تحديد الأهداف. إسرائيل كانت تريد أن تخرج منذ اللحظة الأولى بصورة نصر بأنها حققت إنجاز من خلال استهداف هؤلاء القادة من المستوى الرفيع في سرايا القدس والاستفراد بسرايا القدس لتقول أنها حققت إنجاز، ومن ثم تبدأ المواجهة. ثم التعليمات للمستوطنين بعمق 40 كيلومتر من غلاف غزة بالبدء بفتح الملاجئ وتعطيل الدراسة وحركة القطارات. هذا يعطي مؤشر واضح بأن إسرائيل من الأساس ذاهبة إلى عملية واسعة في قطاع غزة، لأنها تدرك تماما أن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي وسترد على هذا الفعل الإجرامي. لكن المقاومة الفلسطينية في المقابل لديها حساباتها، هي كانت تتوقع هكذا عملية منذ البداية. لذلك حجم الاستهداف الإسرائيلي برغم الخسارة للقادة الثلاث هو محدود ومحدود جدا. المقاومة الفلسطينية كانت قد نفذت عملية إخلاء تام منذ أكثر من أسبوعين، وبالتالي وضعت الجميع على أهبة الاستعداد لأي مواجهة قادمة، وحدث ما حدث. لذلك أعتقد أن المقاومة الفلسطينية في هذه المرحلة لن ترد منفردة، الجهاد الإسلامي لن يرد منفردا، لأن الظروف التي حدثت في العام الماضي ابان آب العام الماضي عندما اغتالت القائد تيسير الجعبري مختلفة هذه المرة. لذلك غرفة العمليات هي من سيقود في اعتقادي هذه الجولة، والاحتلال الصهيوني يدرك هذا الأمر جيدا. لذلك بدأ استعداداته مبكرا قبل أن تنطلق عملية الرد من المقاومة الفلسطينية التي ستأخذ وقتها حتى ترد ولا تكون هي ضحية ردة الفعل وهو ما يريد الاحتلال. لو سمحت أن تشرح كيف تختلف ظروف هذه الجولة عما أسميتها الجولة السابقة حين تم اغتيال القائدين تيسير الجعبري وخالد منصور؟ في عملية اغتيال الشهيد تيسير الجعبري والقائد أيضا خالد منصور الظروف كانت مختلفة. كان هناك عملية اعتقال في الضفة الغربية، وقيادة الجهاد الإسلامي في تلك المرحلة ربما لم تكن في عملية توافق مع غرفة العمليات المشتركة وأرادت أن تذهب بالمواجهة لوحدها، وهو أمر لم يكن يستدعي المواجهة من وجهة نظر الفصائل الأخرى، وبالتالي جرى ما جرى، واستطاعت إسرائيل أن تستفرد حينها بقادة الجهاد الإسلامي. في هذه المرة رأينا الشهر الماضي كيف ردت المقاومة من خلال غرفة العمليات المشتركة على اغتيال الشهيد خضر عدنان، ومن ثم فتح أكثر من ساحة في جنوب لبنان، وكذلك الحال على الجبهة السورية. وبالتالي هذا شكل ضغطا كبيرا على إسرائيل رأت فيه انهيارا وتراجعا وضعفا لحالة توازن الردع التي تريدها دائما ضد المقاومة الفلسطينية. لذلك كانت المقاومة الفلسطينية بكل أجنحتها وبقيادة غرفة العمليات المشتركة تدرك أن عملية الرد الإسرائيلي قادمة لا محالة، وما هي إلا مسألة وقت. لذلك استعداداتها كانت على قدم وساق لهذه الجولة التي كانت متوقعة، خصوصا ونحن نتحدث في هذا الشهر عن مسيرة الإعلام التي ستكون بعد أقل من 10 أيام من اليوم، وكذلك عيد الأسابيع الذي يراد له أن تذبح فيه القرابين في المسجد الأقصى. كل هذه الأحداث كانت تشي بأننا على أبواب مواجهة حقيقية مع الاحتلال الصهيوني، وأن الجبهة الأضعف في نظر الاحتلال هي قطاع غزة التي تعتبر مقاومته هي المسؤولة عما يجري في الضفة الغربية من تثوير للحالة الشعبية والمقاومة ضد الاحتلال. قبل أن ننتقل إلى الأستاذ رجائي الكركي، ينوه إلى العاجل في أسفل الشاشة. وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن قيادة الجبهة الداخلية طلبها من سكان الجنوب الدخول إلى الملاجئ بعد انطلاق عملية درع وسهم. أستاذ رجائي الكركي، كيف سوف يختلف الرد بناء على ما تفضل به الأستاذ إبراهيم حبيب هذه المرة عن ما شاهدناه في عملية وحدة الساحات؟ نعم، أنا أتفق مع الدكتور إبراهيم فيما تفضل فيه، في أنه هذه المرة الأمور تختلف تماما. وإحنا لاحظنا قبل فترة محدودة من الزمن بأنه حينما تم الاعتداء على قطاع غزة وأطلقت صواريخ بشكل واضح من قطاع غزة بشكل متزامن من جنوب لبنان، ومن ثم تلاها إطلاق صواريخ من الأراضي السورية، هذا يدلل بشكل واضح بأن الغرفة المشتركة سواء في داخل قطاع غزة بين الفصائل متوحدة أو حتى خارج فلسطين هناك وحدة واحدة في اتخاذ القرار ودراسة أي تصعيد قادم أو رد قادم إن صح التعبير. هذا يدلل أيضا بشكل واضح بأنه حالة الرد أو عدم إطلاق الصواريخ حتى هذه اللحظة بشكل مكثف كما كنا نشهد في الأيام السابقة لربما يعطينا إشارة بأن يبدو هناك في دراسة لكيفية الرد في أروقة الغرفة المشتركة التي يعني لربما سنشهد أو سنقرأ أحد بياناتها بعد ساعات أو بعد فترة وجيزة من هذا الوقت. هناك دراسة واضحة، طبعا بعض المصادر الإعلامية تشير بأنه في هناك يعني إشارات توحي بأن حالة من الطوارئ لدى الغرفة المشتركة لدى الفصائل الفلسطينية تنعقد في هذه اللحظات أو بعد ساعة من الآن. هذا يدلل بشكل واضح بأنه هناك إشارة أن هناك وحدة في القرار ودراسة واضحة لكيفية الرد. متى سيكون هذا الرد؟ هل هذا الرد سيستمر بشكل أكبر أو رقعة الرد ستكون واسعة أكثر؟ طبعا إحنا نعود ونجدد بأنه حالة من الإحداثيات ترد تباعا من خلال الإعلام وسائل الإعلام العبري تفيد بأنه في هناك إطلاق بعض القذائف من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية في عرض بحر غزة. أيضا في هناك توجيهات، أيضا إضافة لما ذكرت أختي الكريمة لأنه هناك توجيهات حثيثة من قبل القيادة العسكرية الإسرائيلية بمزيد من الإخلاءات، وهناك أيضا إخلاء على مسافة 50 كيلومتر كما يرد من الإعلام العبري لبعض مستوطني غلاف غزة، أخذ الحيضة والحذر وإضافة إلى قربهم من الملاجئ وفتح الملاجئ لدى مستوطنات غلاف غزة. هذا يدلل على أننا مقبلين في الساعات القادمة إلى مزيد من حالة التوتر وحالة الحذر الشديد، ويعني نتمنى أن تكون إن شاء الله الأمور أفضل حالا اتجاه أهلنا في قطاع غزة إن شاء الله. سيد إبراهيم حبيب، كان لافتا بعد دقائق قليلة على انطلاق هذه الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تغريدة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قال فيها حان الوقت، ففي وقت يعني المعركة بين نتنياهو والصهيونية اليهودية الصهيونية على أشدها. كيف يمكن لما يجري لهذا العدوان على قطاع غزة أن يؤثر على الأزمة الداخلية الإسرائيلية؟ هل نحن اليوم أمام تصدير واضح للأزمة؟ يعني هذا من المؤكد، أعتقد أن نتنياهو رضخ لضغوط بن غفير والقوات الصهيونية، هذا الحزب الذي يتزعمه، خصوصا بعد رفضه التصويت لصالح الحكومة في الكنيست خلال الأسبوع الماضي وتهديده باستمرار ذلك خلال الأسبوع الجاري وما بعده إذا لم يستجب نتنياهو لمطالبه، والتي كانت في جلها تتحدث عن رفض تسليم جثم الشهداء، التشديد على الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وتوجيه ضربة واسعة النطاق أو عملية عسكرية في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. هذه الاستجابة جاءت لأن نتنياهو يدرك تماما أن البقاء على هذا الحال بالنسبة لبن غفير تعني انهيار الائتلاف الحكومي، وبالتالي عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة، مما يعني انتهاء مستقبل نتنياهو وربما الذهاب إلى السجن. لذلك هو مضطر في نهاية المطاف أن يستجيب لمطالب بن غفير التي بكل تأكيد ستكون على حساب الدماء الفلسطينية. هذا من جانب. من جانب آخر فيما يتعلق بالتعديلات القضائية التي يريد نتنياهو إدخالها على منظومة القضاء الإسرائيلي، هي لا تزال محل رفض لدى قطاع واسع من الإسرائيليين، وحالة الشرخ في هذا الموضوع كبيرة جدا، ربما تختفي في هذه المواجهة العسكرية لكنها ستعود إلى السطح، وبالتالي نتنياهو يريد في هذه المرحلة الهروب إلى الأمام من خلال هذه المواجهة مع غزة، هذه المواجهة التي أدخل الجيش فيها بعد حسابات معقدة. وأراد أن يظهر نتنياهو منذ الخميس الماضي في مقر جهاز الشباك بأن هناك توافقا بين المؤسسة الأمنية والعسكرية وكذلك الحال السياسية. انطلاق العملية من خلال صورة صدرتها الصحف الإسرائيلية والتلفزة الإسرائيلية لوزير الدفاع يوآف غالانت مع رئيس هيئة الأركان وقائد جهاز الشباك من داخل مقر الشباك، يعطي أيضا مؤشر بأن الحكومة الإسرائيلية باتت متوافقة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الأمني مع القيادة العسكرية والأمنية للأجهزة الأمنية الصهيونية. لكل ذلك أعتقد أن هذه العملية هي جزء من الحسابات السياسية لنتنياهو داخل الحكومة ومع المعارضة لتأجيل الأزمة قدر الإمكان. هل ينسحب هذا التوافق أيضا على الجانب الأمريكي؟ كان قد لفت أحد الضيوف المشاركين في ساعات ماضية من هذه التغطية إلى اتصالات جرت بين نتنياهو والإدارة الأمريكية أمس، ولربما تم بحث هذا العدوان خلال هذه الاتصالات. هل من الممكن أن تغطي الولايات المتحدة الأمريكية أو تعطي ضوءا أخضر على هكذا عدوان في هذا التوقيت؟ الاحتلال لا يستطيع أن يدخل في أي مواجهة حتى مع قطاع غزة إلا بأخذ موافقة أمريكية وغطاء أمريكي، سواء هذا الغطاء على مستوى العسكري أو على المستوى السياسي والدبلوماسي، لأنه لا يريد في نهاية المطاف أن يقع في مواجهة العالم ومجلس الأمن أو الجمعية العامة، لذلك يريد أن يكون له سندا. وهنا تبرز قضية التنسيق المسبق مع الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. أيضا الاحتلال في هذه الأثناء هو يخشى أن يكون هناك تحركا مشتركا لمحور المقاومة، أن يكون هناك تحركا مشتركا لغرفة العمليات المشتركة التي سبق الإفصاح عنها، والتي تضم المقاومة الفلسطينية في غزة وحزب الله والحرس الثوري الإيراني. محور المقاومة تخشى إسرائيل من اختباره في هذه المرحلة، لذلك ربما كان التحديد في المواجهة ضد الجهاد الإسلامي ظنا منها أن الجهاد الإسلامي يمكن الاستفراد به في هذه المرة، لكن كما أعتقد أن الظروف في هذه المرحلة مختلفة. الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الغطاء لإسرائيل لشن هكذا عملية حتى لا تنهار الحكومة، لأنه هي في نهاية المطاف تفهم حقيقة التعقيدات الداخلية التي تعاني منها إسرائيل، وأنه ربما إذا انهارت هذه الحكومة ستذهب إسرائيل إلى انتخابات جديدة، وهذا سيعمق الشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي. يجب أن لا ننسى أن إسرائيل ليست إلا رأس حربة للمشروع الغربي في المنطقة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى دائما للحفاظ عليه ربما أكثر من بعض الصهاينة. أستاذ رجائي الكركي، هل ترى أن هذا العدوان قد يكون خشبة الخلاص التي سوف تمنع حكومة نتنياهو من الانهيار؟ أنا لا أستبعد ذلك بالمطلق. يعني نتنياهو منذ فترة وهو يعيش في أزمات متراكمة. بالمناسبة آخر استطلاعات اللي كان يعني توردها بعض وسائل الإعلام العبرية كانت تفيد بشكل واضح إلى حالة تدني لأداء هذه الحكومة، فيما لو حصلت انتخابات مبكرة من سيفوز. كانت نسبة الاستطلاعات أن 24% سيصوتون لحزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو، مقابل 32% سيصوتون لحزب المعارضة اللي يشكلها أو يترأسها يائير لبيد. هذه أيضا دلالة واضحة بأنه بنيامين نتنياهو وهذه الحكومة الفاشية المتطرفة تعيش أزمات، وأنا أعيد وأكرر أن هذه الأزمات أحيانا يعني الهروب منها تكون على حساب إراقة الدم الفلسطيني كما شهدنا قبل ساعات. الآن بعض المراقبين يتفقون تماما بأن بنيامين نتنياهو كان له أحد هذه الخيارات، أنه العمليات العسكرية وحالة القتل المستمرة في شمال الضفة الغربية. إحنا قبل أيام شهدنا مجازر متتالية بحق المقاومين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، تحديدا مدينة نابلس ثم مدينة طول كرم، وقبل ذلك كانت في مدينة أريحة، وكان هناك أعداد يعني لا بأس فيها من ارتقاء الشهداء في الضفة الغربية. الآن المشهد يتكرر بصورة مختلفة على حساب قطاع غزة. وهنا التقي مع ضيفكم الكريم في جزئية مهمة جدا، أن ما يدور الآن في ساحة غزة يلتقي مع مصالح مشتركة في هذه الحكومة المتطرفة، وأحد أهم هذه المصالح هي تلبية وتنفيذ شرط بن غفير الذي هدد علنا، هدد بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي قبل 4 أيام بأنه يعني إن لم يعني يكن استجابة لشروطي، وهي أحد شروط التي يطالب بها بن غفير هي محاولة مهاجمة غزة وتصفية بعض قيادات المقاومة في غزة، إضافة إلى القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية للقضاء على ما يسمى بعرين الأسود وكتيبة جنين. طب أستاذ إبراهيم حبيب، برأيك يعني الرد على هذا العدوان الإسرائيلي ألا يمكن أن يشكل في حال يعني كان رد موسع، في حال كان على أكثر من جبهة، أن يشكل الضربة القاضية لا خشبة الخلاص لحكومة نتنياهو؟ هذا أحد السيناريوهات المطروحة. المقاومة الفلسطينية منذ تشكيلها لغرفة العمليات المشتركة منذ عدة سنوات راكمت عملية من التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين أجهزتها وأجنحتها، ووصلت إلى مراحل متقدمة في هذه المرحلة، وانتقلت من مرحلة ردة الفعل إلى صناعة الفعل. لذلك برغم العدوان، مرور عدة ساعات على العدوان، حتى اللحظة المقاومة الفلسطينية لم ترد، لأن لديها تخطيط مسبق. هي كما أسلفت كانت على علم وعلى دراية بأن هناك تصعيد وضربة ربما ستوجه لقطاع غزة في الأيام القليلة القادمة، وهذا الأمر معلوم لدى المقاومة، واتخذت الإجراءات الاحتياطية منذ أكثر من أسبوعين. وبالتالي هذا يعطي مؤشر واضح أن هناك خطة مسبقة للمقاومة للمواجهة، لطبيعة الرد، لحجم الرد، لكيفية الرد، لمساحة الرد، لميدان الرد، لطبيعة الأسلحة التي سيتم استخدامها ومدياتها، وانعكاس ذلك على الواقع الدولي المتصاعد في الإقليم وفي العالم مع الأزمة الأوكرانية، وكيف سيكون التفاعل والرد الدولي على هذا الإطار. هذه كلها حسابات المقاومة الفلسطينية باتت تدركها تماما وتعمل وفقها. لذلك أعتقد أن رد المقاومة سيكون مشتركا خلال المرحلة القادمة، لكن حجم هذا الرد ربما تشي به الأحداث. الاحتلال يتوقع على أقل تقدير أن تطال صواريخ المقاومة عمق 50 كيلومتر، لكن أعتقد أن ربما تل أبيب ستصلها صواريخ المقاومة. أشير إلى العاجل أسفل الشاشة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قال كان قد لفت إلى أن اغتيال القادة سيجلب المزيد من المقاومة، والعدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته. بالطبع يعني كان هناك عدة مواقف لعدد من فصائل المقاومة الفلسطينية، وأيضا وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت وافق على خطة استدعاء الاحتياط ونقل المستوطنين من مستوطنات غلاف غزة. هل يوحي ذلك سيد رجائي إلى أن الاحتلال يستعد لمواجهة قد تطول؟ بالفعل في هناك تقديرات تشير بأنه في مطالبات واضحة لبعض أعضاء الكنيسة المحسوبين على القوى اليهودية التي يترأسها بن غفير، تغريدات يعني ترد تباعا بأنه يجب على بنيامين نتنياهو والمنظومة العسكرية الإسرائيلية ألا تتوقف عن ضرب الأهداف والمزيد من الأهداف فيما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مما يشي بشكل واضح بأنه قد يعني نشهد المزيد من التصعيد. أنا باعتقادي الساعات القادمة ستخبرنا عن المزيد عن كيفية رد المقاومة، إن كان في هناك رد يعني واسع وكبير من طرف المقاومة الفلسطينية. بلا شك نحن سنكون على موعد يعني أكبر مما هو قائم الآن، يعني بدليل ذلك بأنه يعني طبيعة الرد المنتظر من قبل المقاومة الفلسطينية سيحدد الكثير من معالم طبيعة المعركة القادمة أو حالة التصعيد القائم في هذه اللحظات. أيضا في هناك بعض التصريحات من قبل المقاومة الفلسطينية كما تفضلت وأشرت بأنه أيضا من كتائب عز الدين القسام تفيد بأنه في هناك حالة من التعاون والتشاور فيما بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. لربما هذه التشاور أو حالة التشاور هذه تفيدنا أو تخبرنا عن مدى كيفية الرد ودراسة يعني الساعات المقبلة، هل ستتوسع دائرة التصعيد أم سنكتفي برد محدود؟ وأقصد هنا في الرد المحدود سيكون الرد على غلاف مستوطنات قطاع غزة، أم ستتسع رقعة الصواريخ إلى مدى أبعد يعني قد تصل إلى تل أبيب وبعض المناطق الأخرى من المدن المحتلة في عام 48؟ نعم. نرحب بالسيد عامر خليل الخبير في الشؤون الأمنية والإسرائيلية ينضم إلينا من غزة. وأسألك سيد عامر، اليوم ما الذي سوف يحدد ملامح الساعات المقبلة، الأيام المقبلة؟ ولا أحد يدري الفترة المقبلة كم قد تطول. هل هو قرار الاحتلال بالتصعيد أم أن شكل ومستوى وحجم وأطراف الرد التي سوف يشركها أو تشركها فصائل المقاومة الفلسطينية؟ نعم، هو الحقيقة بداية ما فعله الاحتلال قبل ساعات قليلة هو جريمة كبيرة بحق عدد من القادة الميدانيين لحركة الجهاد الإسلامي جناحها العسكري، بالإضافة إلى أنه كان استهداف، يجب أن نذكر ونشير إلى ذلك، أنه كان في استهداف لعائلات بأكملها، يعني هناك في أطفال ونساء قتلوا أيضا في الغارات الإسرائيلية قبل ساعات قليلة. المسألة لا تتعلق بثلاثة من قيادات سرايا القدس، هناك 9 شهداء آخرين أطفال ونساء. هذه جريمة كبيرة إسرائيلية، هو لا يتوانى عن إبادة عائلات بأكملها، الأبناء والزوجة والأولاد. بالتالي نحن أمام هذا الحجم من الجريمة. لا أعتقد أنه المقاومة في نهاية الأمر ستقف مكفوفة الأيدي وتمر على هذه الجريمة. أعتقد هي الآن بصدد دراسة كل الأوراق التي لديها، هي لديها جهوزية عالية ولديه استعداد ولديها أدوات يمكن أن ترد بها على كيان الاحتلال الإسرائيلي، لكن ليس كما يريد الاحتلال. الاحتلال الآن متأهب وقام بنشر القبب الحديدية في حول غزة وفي شمال فلسطين وكل فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى أنه هو أوحى للمستوطنين بأن يختبروا في الملاجئ، قام بتعطيل المدارس وتعطيل الجامعات، فبالتالي هو يتوقع ردا من المقاومة وخاصة من سرايا القدس على الجريمة الكبيرة التي ارتكبها. لكن هذا لا يعني أن الرد سيأتي فورا بعد ساعات قليلة أو بعد يوم أو يومين، هذا خاضع للتقديرات والإدارة العسكرية والسياسية لهذه المعركة. وما كان هو يتمناه ويريده هو يعتقد أنه كان بعد عملية الاغتيال تنطلق بعض الصواريخ وتضرب مستوطنات قريبة من غزة وينتهي الأمر كما كان في معركة وحدة الساحات. أعتقد الأمر مختلف تماما، ولديه أهداف استراتيجية الآن يحاول أن يستفرد بحركة الجهاد الإسلامي، ويقول أن الضربة هي لحركة الجهاد الإسلامي لقادة سرايا القدس، وبالتالي هو يحاول أن يستفرد بها، يحاول أن يفصل بينها وبين كل مكونات حركات المقاومة في قطاع غزة. لا أعتقد أن هذه المرة سينجح في هذا الأمر، وهناك مستوى من التنسيق العالي بين سرايا القدس وكل حركات المقاومة سيظهر خلال الأيام القادمة، وليس بالضرورة أن يكون هناك ردا هذا اليوم أو غدا، يجب أن يكون هناك، وهذا ما أتمنى، أن يكون هناك دراسة متأنية للوضع، دراسة متأنية للعدو فيما يخطط له، لأنه هو الخطة التي أعلن عنها الدرع والسهم، العملية التي أطلق عليها في اغتيال القادة الثلاثة من سرايا القدس وعائلاتهم، هو لديه مخطط لم ينتهي. هذا المخطط فيه خطوات أخرى موجودة، فيجب الوقوف على الصورة كاملة، بالإضافة إلى أن هناك ألم كبير موجود الآن، هناك في شهداء قادة، في هناك أطفال ونساء، هؤلاء يجب أن نحترمهم ونكرمهم، ويجب أن يدفنوا ويغاروا الثرى خلال هذا اليوم، وكل مقام مقال بعد ذلك. المقاومة ستتعامل مع هذه المرة بحكمة أكبر، وردودها ستكون متزنة أكثر، وفي نفس الوقت أعتقد ستكون موجعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ربما فيما لا يتوقعه من ردود. فبالتالي نحن أمام معركة مع الاحتلال الإسرائيلي، هو أغلق قطاع غزة الآن بشكل كامل، أغلق المعابر، منع العمال، منع البضائع أن تدخل إلى قطاع غزة، فبالتالي لديه نية مبيتة أن يستخدم كل أوراق الضغط على قطاع غزة كي لا يتلقى الرد من المقاومة، ويكون هناك في عملية من التفاوض السياسي حول هذا الرد، ويدخل الوسطاء إلى الصورة ويتحدثوا مع حركات المقاومة بأن يتم إدارة هذه المعركة وفق ما يريد الاحتلال من ردود عادية بسيطة، وبالتالي تنتهي هذه المعركة كما يريد ويحقق أهدافه في استعادة ما يسميه الرد. فبالتالي نحن أمام أعتقد جولة قادمة، الجولة التي سيحددها هي المقاومة، بدأها ونهايتها هي المقاومة. صحيح هو بدأ بالاغتيال الفجر هذا اليوم واغتال عدد من قادة سرايا القدس، لكن المبادرة هي الآن بيد المقاومة بشكل أكبر وبشكل أوسع، وهي ستتعامل مع هذه الحالة وفق المعطيات الموجودة لديها وفق التقديرات السياسية والعسكرية، وهي ستخرج منها في اعتقادي يدها العليا. أشير إلى أنه هو مثلا في آب الماضي في معركة وحدة الساحات كان يزعم أنه هو ضرب حركة الجهاد ضربة موجعة وقضى عليها وحقق الردع الذي يتحدث عنه، لكن نحن الآن بعد هذه المعركة تقريبا نقول بسبعة أو ثمانية شهور نجد أنه هذا الردع غير مفقود، والدليل على ذلك أنه حركات المقاومة سرايا القدس قادت معركة الثلاثاء ليلة الثلاثاء الماضي، وضربت في المستوطنات ب100 صاروخ وشلت الحياة فيها، وكان عدم وجود رد إسرائيلي، فكان هناك في معادلة موجودة من التوازن مع الاحتلال، وهو يعتقد أنه بالاغتيال يمكن أن يحقق الردع. الاغتيال لا يحقق الردع بأي حال من الأحوال، وهي معركة مستمرة ومتواصلة على امتداد هذا الصراع مع الاحتلال. وأذكر أنه الاغتيال لم يوهن من عزم المقاومة في نهاية الأمر في أي مرحلة من مراحل الصراع. وأذكر أنه مؤسس حركة الجهاد الإسلامي صاحب هذا المشروع الدكتور الفقيد فتحي الشقاقي اغتيل في تشرين أول عام 1995، لكن ذلك لم يعني نهاية حركة الجهاد الإسلامي. بعده حركة الجهاد الإسلامي باتت أكثر قوة وأكثر تنظيم وأكثر قدرة، ونفذت عمليات نوعية ربما لم تحدث يعني الإشقاقي. أعود إليك سيد عامر. أستاذ إبراهيم حبيب، استهداف قادة المقاومة والعودة إلى سياسة الاغتيالات التي شهدناها اليوم وشهدناها أيضا قبل عملية وحدة الساحات، أي دلالات لها في سياق المواجهة؟ عملية الاغتيال سابقا ربما لم تكن تستطيع المقاومة من خلالها الدخول في مواجهات عسكرية، وهذا الأمر كان مطبق ربما قبل أكثر من 15 عاما، لأن قدرات المقاومة لم تكن كما هي اليوم. أضف إلى ذلك أن العودة إلى سياسة الاغتيالات إذا لم تكن كبيرة لدى الاحتلال فهذا يعني أن هناك فشلا ذريعا. لذلك الاحتلال كان يتربص بالمقاومة منذ فترة ويحاول اصطياد القادة، والمقاومة كما أسلفت كان لديها حسابات في هذا الصدد وكانت تتوقع مثل هذه المواجهة. لذلك ربما عملية الاستهداف التي جرت الليلة كانت داخل بيوت من أجل تصدير صورة للنصر تقول فيها المؤسسة السياسية والعسكرية لجبهتها الداخلية أنها بدأت هذه الجولة بتحقيق إنجاز على الأرض. لكن على كل الأحوال عملية العودة إلى سياسة الاغتيالات تعني الدخول في مواجهة جديدة وشاملة مع الاحتلال ربما تمتد إلى عدة أيام، لأنه معنى أن تسكت المقاومة عن عمليات الاغتيال هذا أمر سيتكرر مع أكثر من قائد وأكثر من مسؤول، وهذا يعني انهيار منظومة الردع التي أرستها المقاومة الفلسطينية، مما يعني أن المقاومة الفلسطينية ستصبح في وضع حرج، وهذا ما لا تقبله المقاومة. المتوقع أن المقاومة سترد بطريقتها وبطريقة منسقة ومنظمة، لأنه استهداف قيادات الجهاد الإسلامي من الجناح العسكري أو السياسي يعني استهداف الآن لكل المقاومة الفلسطينية. لكل ذلك نعتقد أن الرد في هذه الجولة سيكون مشتركا، لكن ليس بالطريقة التي تريدها أو يريدها الاحتلال. الاحتلال كان يسعى ويسعد أن تقوم المقاومة بالرد مباشرة كما كان في جولات عديدة قبل عام 2021، لكن استراتيجية المقاومة وتوحيد الرؤية العسكرية لدى فصائل المقاومة من خلال غرفة العمليات المشتركة وتعضد القوى العسكرية لتلك الفصائل خلف هذه القيادة أربك كل حسابات الاحتلال. لذلك رأينا الاحتلال يستعد فعليا لجولة جديدة. المقاومة ربما لن تكون متسرعة، لن تتخذ قرارا يريد الاحتلال أن يحصل عليه في هذه المرحلة يصدر صورة نصر جديدة. المقاومة أعتقد أنها ستكون هي صاحبة الفعل في هذه الجولة بعد أن تبدأ بعملية الرد. ربما الاحتلال هو الذي بدأ الجولة، لكن بكل تأكيد لن يكون هو من ينهيها. سيد رجائي الكركي، ليس فقط التفرقة على صعيد الفصائل بل أيضا على صعيد الجبهات، يعني الاحتلال لا يريد فقط الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي بل أيضا يريد الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. إلى أي مدى سوف يكون الرد محددا لمدى نجاحه أو قدرته على السير بهذه الاستراتيجية؟ نعم، أنا أنا باعتقادي الاحتلال الإسرائيلي سيفشل في عملية التفرقة أو محاولة فصل هذه الوحدات عن بعضها البعض. وخير دليل على هذا الكلام بأنه قبل فترة من الزمن حينما أطلقت الصواريخ من قطاع غزة ومن ثم الجنوب اللبناني ومن ثم الأراضي السورية، كانت هذه رسالة واضحة للاحتلال الإسرائيلي بأن نحن في فصائل المقاومة الفلسطينية سواء في داخل فلسطين أو حتى خارج فلسطين. إضافة إلى هذه الفصائل أنا يجب أن لا أنسى دور حزب الله وبعض الأذرع المسلحة الأخرى المقاتلة لدى الكيان الإسرائيلي. أنا باعتقادي بأن هذه الرسالة واضحة جدا يجب على الاحتلال أن يلتقطها، وكان في هناك إشارة واضحة بأنه الكثير من المراقبين والكتاب الإسرائيليين أشاروا إلى جزئية حالة الوحدة والتماسك فيما يتعلق في وحدة الساحات، فيما لو حدثت هناك مواجهة قادمة أو مرتقبة على صعيد يعني خلينا نقول ضرب قطاع غزة أو مناطق أخرى في الجنوب اللبناني أو حتى الأراضي السورية بشكل واسع. أنا أتفق تماما بأنه المحتل الإسرائيلي سيفشل كما فشل في كل المراحل السابقة بأن يحاول أو أن يعمل على فصل الساحات المختلفة فيما يتعلق بالصراع مع الكيان الإسرائيلي. وقادم الأيام ستثبت كما ذكرت قبل لحظات بأنه مدى أهمية ونجاح وحدة الساحات فيما بين الفصائل كلها مجتمعة سواء في داخل فلسطين أو حتى خارج فلسطين.